بينما في ناس زي أصحاب المعاشات زي تقريبا موظفين الحكومة، بنتكلم أيضا عن أصحاب الاحتياجات الخاصة اللي هم ما كانش عندهم قدرة إن هم يواكبوا زيادة الأسعار بزيادة التكلفة الخاصة بيهم، بمعنى الأجور بتاعتهم زادت أيضا، وبالتالي هؤلاء عانوا يعني بلا يعني مجدد. إنما الفرصة بتيجي من إنه بيبص لقدام سنة صغيرة وبيشوف معدل النمو وبيشوف اللي ممكن إن هو يحصل له، مش في المستقبل البعيد قوي وإنما في المستقبل القريب. أنا في اعتقادي إنه ده خلى جزء كبير من الناس تطلع علشان الرئيس السيسي يكمل اللي عمله، مش اللي يكمل اللي عمله إنه هيخترع حاجة جديدة، هو كل حاجة بيعملها مثلا عنده أكتر من 150 مبادرة أو أكتر، أنا مش عددهم يعني، إنما كل دول بدأوا يعني بنقول هنعمل 7000 كيلو، عملنا كام لغاية النهاردة 4000، يبقى إذا لسه هنكمل دول. فأنا عايز أشوف النهاية السعيدة. ال- ال- الكلام ده بقى ينطبق على كل حاجة، أنت عملت الأنفاق الست أنفاق بتوع قناة السويس، فعملهم عشان الناس تعدي. طب الناس لما هتعدي هتبتدي دي المرحله اللي جايه اللي تبقى اسرع ومن ثم تبقى كل حاجه يعني. عملت كل جبت شركه دوليه ومش عارف ايه وبيشتغلوا على المثلث الذهبي، فهتشتغل على المثلث الذهبي. عندك العلمين اتعملت في منطقه الساحل الشمالي وتعميره شغاله، فانت هنا يعني عندك مش حاجه في الخيال الحقيقه، يعني تقريبا ممكن كلنا نتصور، وخاصة لو قارناها برؤية 2030 لو صح التعبير. نعم؟ مش مجرد برامج ورقية أو رؤى موجودة ولا أحلام ولا أحلام، حاجات على الأرض. يعني أقول لك يعني مثلا أنت بتتكلم على العاصمة الإدارية، أنت تروح هناك تلاقي يعني في مباني وفي خرسانة وبتاع، غير كده اللي تبعها القاهرة التراثية، انزل شوف القاهرة الخديوية النهارده